الصياد تضر فينا بالروايح. برشا معطيات فيها، برشا معطيات اللي احنا مضرورين. عندنا ثلاثينات، انا 30 سنه فما ال 40 سنه يسكن هنا، ديارنا هنا. بالله عندي سؤال، انا نحب نساله، نحب العشر سنين هذو ناخذ بورسنتاج قداش طينا، قداش دخلوا منها من واحد يخدم؟ ترى تو نلقاو زوز من الناس كو. احنا جينا اعتصمنا هنا، عندنا يمكن شهر ونص هكا حسب التقدير، شهر ونص. اعتصام سلمي معتصمين، الحرس حاضر، الجيش حاضر، لا خربنا لا ضربنا لا سمعنا كلام حتى واحد. ديريار مو اخي، معناها في الاخر امس راقدين في القيتون نتاعنا، راقدين احنا راقدين. وجاو جماعه السياب اللي يخدموا فيها، وهذا كل ثم شكون محرضهم؟ هبطوا عليه كيفاش يضربوا فيه، كيفاش هبطوا عليه يضربوا فيه؟ هذا شوف هذا يا ساخو، عندنا شكون غرازي في راسه؟ عندنا شكون مازال في البلوك؟ عندنا شكون مازال في البلوك؟ اتفرج اتفرج. واحنا اعتصمنا اعتصام سلمي قانوني، ما عندنا حتى مخالفات. حرقوني يا المستكفي، حرقوه شادي وموتوني، موتوا جريح بصوص مليه، حرقوني اعتوه في الدار لسك شوفها. اعتوكم خدم ب 400 دينار ومرضي. لا سامحني اسكت، سامحني. لا ما تهماش، ما تهماش منها، العظيم لا تهم منها، والله العظيم لا تهم منها، ما تهماش منها. شوف قدام الوالي، قدام الوالي وقدام كل شيء، 350,000 وفي الحظيرة وتخدم في احساس. قلنا له الله يبارك، نخدموا نخدموا، قلنا له نخدموا، ما فيش دفاع على السياف. قال لنا لا، نخلص احساس انا، شنو مستقبلي انا وصغاري؟ الثورة هذه جبناها الشومارة، رانا البطالة جبنا الثورة يوميا. يا ربنا اللي احنا معتصمين اعتصام سلمي يوميا، واحنا هنا طالبين حتى شيء، احنا طلبنا العمل. انا ضعف، عندي 24 سنة خدمة، انا ضعف. المراة على باب اطلاق، الصغار هملوا، الكل يهجيت، هذه 6 شهور غير 20 يوم حبس. ومن بعد تليك السيد الرئيس نتاع المحكمة قال لي اسم، قال لي ودي اش دخلك الحبس؟ اش دخلك الحبس؟ قلت له دخلوني، سيبني واعطاني 200,000 خطية، قال لي انا استيلاء على اللقطة. نحبوا نخدموا بلادنا ورجعونا السراق ورجعونا السكرجية ورجعونا كذا، وهم النهابة، هم النهابة، هم الرزق. علاش ما خدموناش؟ باجي قايد السبسب، السياب ما عادش تخدم، السياب ما عادش تخدم. احنا ما طالبين حتى شيء، ما عادش حشتنا بالخدمة، السياب ضرتنا، يجينا ضيف ما يبات عندنا، يهرب. صدقني مريحة، ديارنا مكتوبة كل البيع. كان شكاري ينظر كيفاش يتلز بشكل بحذانا، لا ننشروا ولا لا ننشروا تبش على الصباح، يصبح الكل اصفر في حاله، والامراض وهيدا توفيت بحذانا، انا مولاده بحذايا، ثلاثه اولاد خليتهم بالالتهابات التلوث ولا شنو. امي ماتني من الكونسيرة، مجرة السيارة.